بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، أيها المتابعون جميعا، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الرابع في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم، وهو الشوط الخاص بالإذاعة الجعدان المهجنات الأصايل، شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر وفي هذا المهرجان الغالي، مهرجان ولي عهد دبي ودعمه المستمر لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. سن الإذاع، سن الإمتاع، وتحديات هذا الشوط اللي يحمل في طياته العديد والعديد من الأسامي اللامعة والشعارات المتميزة في هذا العالم الساحر. نسير بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة، وأرهني اللي قاد المجموعة منذ البداية وانطلق بناموس هذا الشوط مع هذا التحدي المثير، مع هذا التجمع الواضح على المقدمة. ولكن أرى هناك إسعاف اللي قاد المجموعة، حمد بن علي بن جابر الحنزاب من يقدم إسعاف بناموس هذا الشوط، يلي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني من الجانب الآخر أرى التسلل. ولكن بناخذ أيضا مرحب بالشعار أحمد بن سعيد بن منانة من يقدم مرحب اللي بدأ يتسلل في هذه اللحظات بدوره مع المراكز المتقدمة، ومع المركز الثاني من الجانب الآخر اللي قاد المجموعة منذر لسالم بن بخيت بن نوبي العامري. نتابع المركز الرابع، نتابع التقدم لبطاش لمحمد بن عبد الله بن كردوس العامري، ومع المركز الرابع ايضا القدوم والتسلل والانطلاق اللي بدا يتسلل مع المركز الرابع شاهين لسيف بن مسفر بن راشد العميمي، خامس الانطلاقات، خامس التحديات. ارهني ملهم، ارى ملهم مع المركز الخامس لسالم بن مطر بن حاذة الاجتبي، وعلى مستوى المركز السادس يتقدم جلمود لسعيد بن محمد بن سالم بن حب العامري. بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع، أرى التقدم في هذه اللحظات والانطلاق والتحديات مع الشبابي لسعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، يقدم الشبابي مع المركز السابع. المركز الثامن تحديات أشهب لعبيد بن محمد بن ضبيعة الاكتبي، وعلى مستوى المركز التاسع ياتي الفارس لمحمد بن سالم بن محمد بن الهلي. بينما إذا انطلقنا مع المركز العاشر، أرى مناور، أرى مناور ياتي عاشرا لخليفة بن سالم بالضبيعة الاكتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة والنداء الأول، الجولة الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بتحديات هذا الشوط. ولكن لنا عودة مع الصدارة ومع سكان المقدمة ومع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج، حيث التجمع الواضح والتحديات الحاضرة في هذا الصباح مع هذا السن، سن الإذاع، سن الإمتاع، الصدارة والمقدمة. ومنذر على مقدمة هذا الشوط يقود هذه الجموع بتحدي، بإثارة سالم بن بخيت بن نوبي العامري. من يقدم منذر مع المركز الأول، المركز الثاني ياتي مرحب لحمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة يتسلل بدوره، يتقدم على مستوى المركز الثاني، ثالث المراكز. نتابع بطاشه لمحمد بن عبد الله بن كردوس العامري، وعلى مستوى المركز الرابع يتسلل، يتقدم شاهين لسيب بن مسفر بن راشد العميمي. بينما اذا انطلقنا مع المركز الخامس، نتابع ايضا التحديات القادمه في هذه اللحظات وجلمود لسعيد بن محمد بن سالم بن حبه العامري، يقدم جلمود مع المركز الخامس. المركز السادس تحديات ايضا، وتقدم وانطلاق من ملهم لسالم بن مطر بن حاذة الاجتبي يتسلل بدوره على مستوى المركز السادس. المركز السابع من الجانب الاخر الشبابي سعيد بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي، يقدم الشبابي مع المركز السابع. ثامن الانطلاقات الفارس لمحمد بن سالم بن هلي
المحلي ومع المركز التاسع يصل يتقدم أشهب لعبيد بن محمد بن ضبيعة الاكتبي وعاشر عاشر الانطلاقات عاشر التحديات. نتابع مناور نتابع مناور مع المركز العاشر خليفة بن سالم بن ضبيعة مقدما لتحديات مناور مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدم، ولكن منعود مع الصدارة. نتابع بداية هذا الشوط والتغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. مرحب قائد المجموعة، انطلق بناموس هذا الشوط حمدان بن احمد بن سعيد بن منان. من يقدم مرحب، ولكن شعار بن نوبي من الجانب الاخر منذ البداية ايضا بقمة التحدي والإثارة بانطلاقة منذر سالم بن بخيت بن نوبي العامري وشعار بن حب يتسلل مع المركز الثالث. انطلاقة جلمود لسعيد بن محمد بن سالم بن حب العامري، ولكن اللي وصل مع المركز الرابع. التحديات القادمة في هذه اللحظات، انطلاقة بطاشة لمحمد بن عبد الله بن كردوس العامري، ولكن اللي وصل الشبابي مع المركز الخامس سعيد بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي يقدم تحدياته. الشبابي وصل شعار بالضبيعة ايضا مع المراكز المتقدمة بانطلاقة مناور خليفة بن سالم بالضبيعة الاكتبي. وصلت الاسامي وصلت الشعارات مع هذا التحدي المثير والرائع. القدوم مع مغادر لزايد بن محمد بن قران المنصوري، ولكن لنا عودة مع الصدارة. وارهني اللي قاد المجموعة اللي انطلق بناموس هذا الشوط مناور خليفة بن سالم بن ضبيعة المركز الثاني. ياتي اشهب لعبيد بن محمد بن ضبيعة الاكتبي، ولكن ارصد لي التسلل من الجانب الاخر. ارهناك ايضا توكو هات يتسلل في هذه اللحظات. سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري يقدم دوكو هات راح انطلق بالشر مع هذا الانطلاق المتميز مع هذا العرض المثير والرائع. ولكن نتابع شاهين مع المركز الثاني لسيب بن مسهر بن راشد العميمي. واللحظات الأخيرة ودوكو هات على الصدارة. خلي بالك بالشر يوك الجماعة أول الهاجمين ياتي شاهين بشعار سيب بن مسفر بن راشد العميمي. ينطلق بناموس هذا الشوط ليهدي السلامات لأهالي ند الشبة. تهانينا لسيب بن مسفر بن راشد العميمي على فوز شاهين بالمركز الأول ولحظات وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني دوكو هات سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري. المركز الثالث ياتي بشعار حمدان بن احمد بن سعيد بن منانة. المركز الرابع ياتي ايضا مغادر لزايد بن محمد بن قران المنصوري. المركز الخامس مناور لخليفة بن سالم بن ضبيعة الاكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول الى خط النهاية. 9 دقائق 7 ثواني 7 أجزاء من الثانية هو توقيت شاهين. تهانينا لماركة مع هذا الانطلاق المتميز تميز سيب بن مسفر بن راشد العميمي، بينما اللي وصل مع المركز الثاني دوكو هات 9 دقائق 8 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسلطان بن عبد الله بشر الخاطري. واللي وصل مع المركز الثالث هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية مع ثالث المراكز. تسع دقائق 12 ثانية 4 أجزاء من الثانية هو توقيت مرحب. تهانينا لحمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة. تهانينا للجميع والنار.